انا كان ليا اخت ابنها توفى كان سنه 20 سنه، رحمه الله. فبعديها بسنه والده توفى، فاهل جوزها في العزا راحوا كرشينها بره البيت. ما عندهمش اصل. ايه؟ ما عندهمش اصل. فراحوا كرشينها، فاحنا خدنا اختنا، فجبنا ناس، فقالوا هو المفروض احنا نورث معاها. فالمهم راحوا عاطينها 35,000 في الشقة ومشروع، وكرشوها هي وبنتها. يعني كنت لسه هقول لك، هي مخلفة تاني ولا هو الولد بس؟ ايوه معاها بنت. فاحنا خدناها طبعا عندنا في بيت ابويا في شقة، بس اخويا ادها شقته صغيرة، فهي زعلانة وحزنت وجالها جلطة. فهم مضوا اخويا، ضحكوا عليه ومضوه ب 100,000 جنيه، فقالوا له يا تتنازلوا على الشقة يا اما نحبس اخوكي. فاختي اضطرت تتنازل وادونا 35,000 جنيه. فبعد كده رحنا خدناها، فاختي بقى جالها جلطات وعقلها خف وكده، فدلوقتي ابتدي علينا كلنا على اخواتها اللي احنا وقفنا معاها واتخانقنا معاهم. ما انت قلتي عقلها خف، اسمعي بس هقول لحضرتك، انت حضرتك دلوقتي يا حاجه قلتي عقلها خف. عليها خف، فمش هيتاخد على كلامها لما تيجي تشتمكوا خلاص، يعني خصوصا حاسس بالظلم. لا يعني بتدعي علينا، هل الدعاء ده يجوز علينا ولا؟ انما يتقبل الله من المتقين. انا ما اعرفش هي انتوا عملتوا معاها ايه، بس انما يتقبل الله يعني من المتقين. ما لو وقفتوا معاها ما تقلقوش، ما تقلقوش من حكايه الدعاء دي. بس انت بس ثانيه واحده يا صباح، انت بتقولي ان اخوكي راح برضو مضى ففرط في حقها ليه؟ ما انا بقى، ما هو ده السؤال. ما يعرفش ان هو مضى على عليها، ده هم ضحكوا عليه. في حاجه اسمها ضحكوا عليه؟ يعني هو قال له تعالى امضي، وبيشوف الواحد بيمضي على ايه. يعني هو قال له تعالى امضي، راح يمضي ليه؟ الله اعلم بالتفاصيل، بس هو غلط وضيع. لا هو راح يمضي ليه اصلا؟ وبنت اخته. بس هو ما يعرفش ان هو مضى على ايه. طب هو بيمضي على ايه اصلا؟ هو راح يمضي على ايه؟ واحد بيقول له تعالى امضي يمضي؟ بعتوا له ناس ضحكوا عليه ان ليك اخت ارمله، احنا هنديها وهنبسطها وهنديها مال وهنديها اكل وهنديها شرب، وهو اخويا مضى ما يعرفش مضى على ايه. هو يعني طبعا الكلام غريب شويه، مفيش حاجه اسمها كده. هي حقها وتتمسك بحقها. هو ده احنا اكتشفنا بعد كده ان هم مبلغين على اخويا ب 100,000 جنيه. طيب انا بس يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، انتوا لو كنتوا سبب من الاسباب دي اعلموا ان الظلم ظلمات يوم القيامه. لو كنتوا سبب، لو انتوا سبب الظلم ظلمات يوم القيامه، خلي بالكم. احنا مالناش دعوه، احنا ما نعرفش اخويا مضى، اخويا ما يعرفش مضى على ايه. طب هو راح يمضي ليه اصلا؟ راح يمضي ليه؟ هو بعتوا له ناس ان انت ليك اخت ارمله، احنا وانا مالي ليه اخت ارمله هي اللي تمضي، هي اللي تروح تمضي وانا وصيه عليها؟ هم بقى عشان كانوا متغاظين من اخويا ده، لان هو كان اكتر واحد بيقف لها. طب يعني بص يا صباح، هو الموضوع يعني الاشكاليه كلها، الاشكاليه كلها ورث بنتها. هي ابتدي يعني، هي ابتدي، هي حاسه بالقهر، حاسه بالظلم. انا بس السؤال، هو راح يمضي في ايه؟ ما يعرفش. طب بيمضي عليه وهو ما يعرفش؟ طب اختك ارمله وتعالى ونديها حقها، انا مالي وانا امضي لها بمناسبه ايه؟ وهو ينفع اصلا يمضي لها؟ لا طب لا لا عرفا ولا قانونا ولا شرعا ولا اي حاجه. ما في واحده يا جماعه حيه ترزق والورث ليها، فيصل الحال. شوفي بقى الظلم بيصل الحال الى ايه؟ ان يجي لها جلطه. والست المظلومه دي في الاخر تقول لك عليها خف. وكمان زعلانين منها؟ طيب الظلم ظلمات يوم القيامه. ما تزعلوش منها، احتووها. واللي ظلم ده يا ويله في الدنيا والاخره، والله العظيم. اهل جوزها دول بقى. كله بقى، كله. اي حد ظلمها. والله انه لامر خطير لو تعلمون عظيم. طبعا. وده الناس هتشوفه في الدنيا قبل الاخره. لأن ربنا لا يظلم أحدا على الإطلاق. واللي ياكل حرام هو بقى يرضى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ليه يا جماعة؟ إحنا إيه؟ عشان إيه يعني؟ هو تاخد 35,000 و40,000 وبتاع، ومين قال لكم الحقها 35,000؟ يمكن أكتر من كده. وأصلا يخرجوها من بيتها ليه وهي إزاي يعني؟ حاضنة ومعاها بنت صغيرة؟ يعني ظلم غريب. ومش مثلا يعني سبحان الله، الموت يعني بيكون رساله او في رسائل كتير عماله بتنزل. ده النبي عليه الصلاه والسلام. لا لا ده شوفي يعني بقى حضرتك ايه. لا يعني قصدي كفى يعني بالموت واعظة. ايوه العظة دي، يعني هما دلوقتي الاهل دول شافوا حفيدهم شاب مات وابنهم وراه مات،
فين اقروا بقى رسالة ربنا ان الدنيا دي ولا حاجة، الناس اهو بتموت فجأة من غير سبب من غير فجأة بقى. انا عارف ان انا هموت، انا عارف ان انا هموت، فعلينا الدور يعني. فان عشت في هذه الحياة ففي النهاية رايح للقبر. يبقى بقى ان عارف ان هم يعملوا ان هم يروحوا يظلموا مرات ابنهم وحفيدتهم. طيب كفى بالموت، كفى بالموت واعظة. طب اللي مش هيكفيه الموت، طب كفى يا جماعة بالقرآن واعظة. القرآن بيقول لك حلال وحرام واتقي الله ويع. ما فيش. طب كفى القرآن واعظة، ما فيش. طب بالقبر واعظة، يروح هتدفن هنا. طب من لم يكفي هذا ولا ذاك فالنار تكفيه. مفيش أمل بقى، فالنار تكفيه وخلاص بقى، واحد ما عندوش عقل فتكفي بقى النار. يا رب يحلها الحلال بقى لما نشوف النار. طب خلاص هيجي يعني يحلها الحلال، الناس هتعيش كام سنة يعني؟ هنعيش قد ما هنعيش في الدنيا. الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني ايه الظلم ظلمات يوم القيامة؟ اللهم عافينا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احنا فين الأحاديث دي؟ كنا بنحفظها واحنا صغيرين وبيعلمونا الكلام ده، ما احنا لازم نقول للناس الكلام ده تاني. ألف باء تاء إسلام. بنعلم باء من جديد. ألف باء إسلام. اسمها ألف ب. لا باء مش ب. لا هي اسمها ألف آ باء تاء ثاء. ودي الحروف اللي ايه بقى اللي احنا بنعلمها اللي هي ايه؟ ايه الابجديه. لا الابجديه ابجد هوس. دي بقى في حروف بين المشارقه والمغاربه. احنا لابسين مغربي. ده موضوع كبير جدا، وانا ماليش في العربي اصلا، ماليش في اللغه العربيه دي خالص.